العمل الصحيح اعلن ترشيح لوزاره الزراعه. وليش ما ترشح؟ والله واني خادم لك، انطيني صلاحيه والله اذا قعدت لحظه بالزراعه بالوزاره تعال عاتبني، افتر بين الناس والقي الحلول. حتى شنو الناس مثل هسه انت قلت لي بحيرات الاسماك يحتاجون الشباب. ليش لا؟ بالعكس يابا، الحكومه المستقبليه، خاصه اوجه كلامي للاطار التنسيقي، ارشح اليوم كبرنامج باسم برنامج ارض السواد، ارشح نفسي لوزاره الزراعه كوزير زراعه، ومن الان متنازل عن راتبي كوزير زراعه ومتنازل عن التقاعد مالتي بعد انتهاء خدمتي بالحكومه الجديده. وخلال 6 أشهر اذا ما قدمت ايجابيه للقطاع الزراعي بشقيه الحيواني او النباتي اعلن استقالتي امام الجميع، وهذا اريد الجميع يحفظه. مثل ما قلت، اي مخصصات، اي رواتب ما اريد، اي تقاعد ما اريد. اليوم اني اريد اخدم القطاع، زرت كل المحافظات العراقيه كبرنامج ارض السواد، والحقيقه شفت ماساه، اريد نغير هذا الواقع. فهي انا امام الجميع، اعلنها رسمي.